تستمر المعارك في محافظة إدلب السورية بعد انتهاء مهلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للنظام السوري لوقف عملياته ضد المدينة والالتزام بتفاهمات سوتشي القاضية بانسحاب النظام إلى ما وراء نقاط المراقبة التركية في منطقة خفض التصعيد. ميدانيا تبدو الأوضاع معقدة ومرشحة لمزيد من التصعيد في ظل استمرار هجمات قوات النظام على نقاط للجيش التركي في ناحية سراقب شرقية إدلب. الجيش التركي أطلق عملية درع الربيع لوقف توغل النظام في قرى وبلدات محافظة إدلب. العملية جاءت كذلك ردا على الهجمات التي طالت مواقع للجيش التركي وأدت إلى مقتل 33 جنديا تركيا. وأعلنت وزارة الدفاع التركية حصيلة خسائر النظام السوري منذ إطلاق عملية درع الربيع قبل أيام، مؤكدة إسقاط 3 طائرات مقاتلة للنظام فضلا عن 8 مروحيات و3 طائرات مسيرة. كما شملت الحصيلة مئات الآليات والدبابات والناقلات والمخازن، إضافة إلى تحييد أكثر من 3000 جندي تابع للنظام وفقا لبيان وزارة الدفاع التركية. وشنت طائرات تركية مسيرة هجمات على مواقع في ريفي حلب وإدلب عقب قصف قوات النظام لنقطة تركية في ريف إدلب، فيما وصلت تعزيزات تركية جديدة إلى ريف حلب الغربي شمال غرب سوريا. وتوعد وزير الخارجية التركي مولود شاوشوغلو بمواصلة الرد العسكري ضد النظام السوري في حال تكرر استهداف القوات التركية في إدلب. وأشار أوغلو إلى أن روسيا يقع على عاتقها مهمة كبيرة في وقف ما أسماها وقاحة نظام الأسد المتزايدة في الأونة الأخيرة. في المقابل اتهمت روسيا تركيا بالتقاعس عن الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق لإنشاء منطقة منزوعة السلاح في محافظة إدلب. يأتي هذا عشية اجتماع في موسكو بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين. عمليات النظام المدعومة من روسيا في إدلب كانت قد خلفت موجة نزوح كبيرة أدت إلى فرار نحو 700,000 شخص وفق أرقام الأمم المتحدة، في مأساة إنسانية جديدة تضاف إلى ما يعيشه السوريون من مآس منذ 9 سنوات.